أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من افتتاحية صحيفة القدس العربي تحت عنوان العراق أزمة حكومة أم نظام. تتواصل أزمة سياسية خطيرة في العراق منذ أكثر من 9 أشهر من إجراء انتخابات تشريعية فازت فيها كتلة الصدر، لكنها لم تتمكن من تشكيل حكومة نتيجة تمكن الأحزاب ضمن الإطار التنسيقي من منعها، رغم تحول ما يسمى بالأحزاب الولائية إلى الكتلة الأكبر في البرلمان. فإن الخطوة التي سمحت بذلك، وهي انسحاب نواب الصدر وما تبعها من انكشاف ما يسمى تسريبات المالكي، إضافة إلى الهجمات التي تشنها بعض أطرافها في أربيل والانتهاكات التي تقوم بها في محافظات العراق الأخرى، جعلت كتلة الإطار في موقع أضعف شعبياً. وقد ظهر تراجع وزن تلك الأحزاب بالتوازي مع هجوم جماهير الصدر على المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان وصولاً إلى الاعتصام فيه. لافتاً في هذا السياق كشف مصادر سياسية عن أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني غادر بغداد من دون أن يلتقي بممثلين عن التيار الصدري لبحث الأزمة السياسية، ويبدو أن هذه الزيارة ساهمت في منع لجوء الإطار التنسيقي لتنظيم تظاهرات لأنصاره، مع ما يحمله ذلك من إمكانية حصول اشتباكات قد تنزلق بالبلاد إلى بوادر حرب أهلية. قد يفيد هذا التوجيه الإيراني في ضبط الشارع الشيعي لوقت، لكنه لن يفيد بالتأكيد في حل الأزمات الهائلة التي ينيخ العراقيون تحت وطأتها، والتي ساهمت فيها حكومات الفساد المتوالية منذ الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 وتصاعد النفوذ الإيراني في البلاد، والتي أسهمت في صعود معدلات الفقر والبطالة وتردي البنى التحتية والخدمات العامة رغم الثروة النفطية الهائلة للعراق وارتفاع أسعار النفط. أعطت احتجاجات 2019 الشعبية أملاً كبيراً في تغيير النظام السياسي الفاسد، لكن أطراب اللعبة السياسية بمن فيهم تيار الصدر نفسه وجهوا كل جهودهم لإجهاض تلك الاحتجاجات، واستخدموا أشكالاً فظة من القمع بينها خطف واغتيال الناشطين البارزين ومواجهة المظاهرات والاعتصامات بالعنف الشديد. وجاء وباء كورونا ليعطي السلطات العراقية والعربية حجة إضافية لقمع التجمعات الجماهيرية وصولاً إلى وأدها وإنهائها. يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى: أحالتني صورة البقرة التي تتجول في حدائق مجلس النواب العراقي إلى رواية الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز خريف البطريرك، ومشهد البقرة التي تعلو سدة الرئاسة، ومع أخبار بقرة البرلمان يعيش المواطن العراقي سنوات عجافاً مع برلمان انقرضت داخل قبته السياسة والعمل الوطني، وحلت محلهما عمليات النصب والاحتيال وبيع المناصب. تتجول بقرة في سيرك البرلمان العراقي بعد أن حولته السياسة إلى سيرك يومي يعرض على المشاهد العراقي أو يعرض على المشاهد العراقي ألعاب بهلوانية وفواصل مسخرة. أستشهد بالكولومبي ماركيز وأدرك جيداً أن لا أحد من قراء هذه الزاوية مستعد هذه الأيام لأن يقرأ تنظيراً عن تجارب الشعوب وصحوات الأمم وعبارات واستشهاد بأرسطو وسارتر، فلا شيء يعلو على صوت المزايدات السياسية التي كشفت لنا ولو متأخراً عن أن هذا الشعب عليه أن يدفع الثمن صامتاً، ومن لا يصدق أحيله إلى بيان معظم السياسيين الذين يريدون تحويلنا إلى آلات حاسبة يستخدمونها خلال أيام الانتخابات فقط. أتمنى لا يعتقد البعض أنني ضد الديمقراطية، ولكن يا سادة، هل أصبحت الديمقراطية في هذه البلاد الغريبة والعجيبة نوعاً من أنواع المنافع أو عنواناً لوظيفة يجب أن يحصل عليها كل من حصل على لقب سياسي؟ كلما يطل علينا سياسي يسخر منا، أتذكر السنغافوري لي كوان وكيف استطاع أن يضع بلاده في مقدمة البلدان المزدهرة بالعمل والاجتهاد وحب الوطن، بعيداً عن الشعارات وهوسات العشائر وأهزيج الأحزاب التي تريد منا ألا نغادر سنوات خليفة البطريرك منذ سنين، ونحن نعيش مسرحية الديمقراطية التي تتراوح بين حكومة الأغلبية أو حكومة الثلث المعطل.
ووجدنا الكثير من أعضاء هذا البرلمان القرقوشي مصرون على أن يعيش الناس على حافة الهاوية، وأن تظل البلاد فوق بركان يتطاير منه الشرر في كل ثانية. ونقرأ مقالا للكاتبة الثائرة أكرم العقيدي في صحيفة الميثاق الوطني حول ذكرى عاشوراء، تقول فيه: لا يفهم الحسين إلا من هو حر في هذا العالم، لأنه يشعر ويدرك معنى أن تدفع الدم من أجل الحق. عاشوراء ملجأ المظلوم، ولا تختص بالشيعة أو غيرهم، لأنها درس يتعلم منه المرء أن الظلم أينما كان وكيفما كان لا يدوم ولا يدوم. الشعب العراقي شعب منكوب مستضعف، ولذلك فالثورة ضرورية بحقه ولا خيار. والكلمة الأخيرة دائما هي التي يكتبها الشعب، وعندما نستشعر هذه المناسبة فباعتبار سيدنا الحسين رمزا للنضال ضد الظلم والطغيان، ومسيرة الحق طويلة، لأن حجم الاستبداد والظلم كبير، ولكن لكل ظالم نهاية ولكل جبار خاتمة تليق بجبروته. ومهما كان الطاغية يعيش دور المتوهم بأنه ربهم الأعلى، فسيأتي اليوم الذي يكتشف فيه أنه كان مخدوعا بنفسه. فلا يضل ربي ولا ينسى، ولا يضيع حق وراءه مطالب. الحكومة والبرلمان والسياسيون ورجال الدين منذ 2003 ولغاية اليوم كانوا في كل عام في مثل هذا الوقت يمارسون الخداع الجماعي بشكل يقرب من الشيزوفرينيا، بحيث يظهر المتابع من شدة تطرفهم بين النموذجين: الدعوة للحق نظريا ولمنع الحق عمليا. رؤوس كبار تقيم مجالس عزاء ويقتلون الشعب ظلما وجوعا وفقرا وطغيانا، ويلطمون ويبكون على الحسين. شهر محرم وذكرى ثورة الحسين رضي الله عنه لا بد أن تتجسد بالثورة على الشعارات الكاذبة والأفعال المزيفة، حتى تكون منطلقا لتصحيح هيهات من الذلة ليست شعارا فقط، وإنما كيف نكون أحرارا ولا نركع لأحد. لو كنا على منهج الحسين رضي الله عنه لما سرقنا ونهب ثرواتنا حفنة من السياسيين المزيفين الذين يلطمون في عاشوراء، شلة من المسؤولين يسرقون عشرات الملايين من الدولارات شهريا، وغالبية الشعب العراقي تحت خط الفقر لا يملك لقمة يومه. هؤلاء المسؤولون يدعون انتماءهم إلى الحسين رضي الله عنه، ويسعرون الحروب فتسقط أرواح الأبرياء وتهدر الثروات بسبب نزهة شخصية ومصالح فئوية، يجورون على أموال الفقراء والمساكين فيغتصبونها لتزداد ثرواتهم وأرصدتهم في البنوك الغربية. وتضيف الكاتبة الثائرة أكرم العقيدي أنهم يستعملون اسم الحسين لغرض إثارة الأحقاد التاريخية، وتتهجد أصوات منشدي الروضات الحسينية لدغدغة مشاعر الجمهور واستثمار محبة الناس للحسين للشحن الطائفي. فالطريقة التي يجري بها تذكر الحسين والدعوة إلى الثأر له، رغم أن الثأر انتهى منذ 1400 سنة تقريبا والجزاء عند الله تعالى، لا تعني إلا سفك المزيد من الدم باسم الحسين واستهداف ما يسميهم الفاسدون الطائفيون بمعسكر يزيد ليشغل الشعوب بالحروب. خلاصة عن واقعها المرير القول: كيف يمكن أن يصان الدين وتصان وحدة الثقافة ووحدة الحضارة إذا لم تصن وحدة الأرض ووحدة الشعب؟ قضايا التحرر والهوية الوطنية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الظلم أينما كان وكيفما كان هي كلها قضايا إنسانية عامة، لا ترتبط بمنهج فكري محدد ولا دين أو مذهب معين. الإصلاح معدوم والتدمير مستمر، والإعمار ومشاريع التنمية متوقفة. نسب الرسوب في المدارس والكليات تنذر بخطر داهم. المسؤول الذي يسرق لو حوكم فستكون محاكمته صورية، ثم يهرب إلى الخارج ليستمتع بما سرق. الساسة الفاشلون يرفعون رايات يا ثارات الحسين، ولكنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثارات الحسين لم تكن شخصية أو انتقامية أو دموية، فليس للحسين ثأر شخصي أو قبلي أو طائفي كما يروج له الطائفيون الفاسدون. الحسين ليس قبيلة ولا طائفة ولا عرق. الحسين تجسيد لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انطلاق من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو مقصود يا ثرات الحسين،
يا أهداف الحسين ويا مبادئ الحسين التي نادى بها وضحى وبذل النفس والنفيس من أجلها، فلم يخرج بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرج مصلحا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. ولم يكن هدف أهل البيت استبعاد الناس ولا قتلهم ولا تشريدهم، فتبا لكل من غدر الحسين وخالف نهجه بقتل وتجويع الناس وتشريدهم. الأحزاب والسياسيون في العراق يسعون بكل الوسائل الخبيثة لتحقيق مصالحهم، غير آبهين بحال الشعب العراقي الذي ينظر إلى المآسي التي تحيط به بكل ألم ويسخر منها صبرا واحتسابا. أمام مشاهد مخزية للسياسيين وهم يتقاسمون الغنائم الوزارية ويتدافعون كالأطفال على قطعة الحلوى، متجاهلين أقوال الحسين وآل البيت الأطهار، يروجون للطائفية والقتل والتشريد للتمسك بكرسي السلطة، ويتناسون أن آل البيت والحسين لم يكونوا طالبين للسلطة أو زعامة. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أعدته رجاء عبد الرحيم، قالت فيه إن الأعلام الفلسطينية ليست محظورة في إسرائيل، ولكنها دائماً تمزق على يد المستوطنين والشرطة، مشيرة إلى أن النواب في الكنيست والمستوطنين يستهدفون العلم فيما يراه الفلسطينيون هجوماً على هويتهم، إلى ما قام به وأشارت إلى ما قام به عبد الله الحاج في الحي الإسلامي بالقدس الذي نظم فيه المتطرفون اليهود مسيرة أعلاماً، ولكنه تقدم وسط بحر من الأعلام الإسرائيلية باتجاه مجموعة من المتطرفين ورفع العلم الفلسطيني فوق رأسه، حيث هاجمه المشاركون اليهود في المسيرة والشرطة المسلحة الذين صادروا العلم من الرجل البالغ من العمر 61 عاماً واعتقلوه. ونقلت عنه قوله بعدما رفعت العلم: بعدما رفعت العلم لم أهتم بما سيحدث لي لو قتلت أو كسرت عظامي أو اعتقلت. قال فادي خوري المحامي في منظمة عدالة الفلسطينية: ما يجري اليوم هو أن هناك حركة داخل الكنيسة وخارجها تركز على العلم بكونه تعبيرا عن الإرهاب أو دعم الإرهاب، مضيفا أن هذا جزء من المحاولة المستمرة لتجريم ملامح معينة من الهوية الفلسطينية الجمعية. ورفع العلم غير محظور في إسرائيل، لكن القانون الإسرائيلي يحظر رفع علم جماعة تعتبرها الدولة منظمة إرهابية. وقبل اتفاقية أوسلو في التسعينيات من القرن الماضي كان هذا يضم منظمة التحرير الفلسطينية ومنع العلم الفلسطيني بالتالي. وقد تغير هذا عام 1993 عندما اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، حيث بدأ العلم الفلسطيني يظهر في القدس الشرقية. ومع اندلاع الانتفاضة الثانية شملت عمليات القمع للفلسطينيين ملاحقة التعبير عن الهوية عبر العلم. وفي غياب القانون الذي يحظر رفع العلم لجأت الشرطة الإسرائيلية إلى تفسيرات قانونية أخرى، مثل التأثير على النظام العام لاعتقال الفلسطينيين وإدانتهم بسبب العلم. وقال خوري: الطريقة التي بررت بها وبخاصة الاعتقال هي من خلال ربط رفع العلم بخرق النظام العام، وهما أمران مختلفان، ولا يوجد بند في أي وثيقة قانونية يجرم رفع العلم وأنه يمثل خرقا للنظام العام. وجرت معارك حول رفع العلم الفلسطيني في الضفة الغربية، ففي بلدة حوارة أصبحت المعركة على العلم شبه يومية، كما يقول نصر الحواري رئيس البلدية. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً أعده سيوبان أوغريدي ومحمد بليوة، قال فيه إن قضاة تونس الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد يواصلون إضرابهم عن الطعام رغم تعرض حياتهم للخطر، وقالوا إنه لا توجد طريقة أخرى للاحتجاز السلمي على عزلهم الذي يرونه ظالماً. وجاء في التقرير أن محمد الطاهر الجنزري كان في يومه 33 من إضرابه عن الطعام منكمشاً على فراشه ومغطاً ببطانية زهرية اللون، وقال: هذا هو الأسلوب هامساً، هذا هو الأسلوب السلمي للتعبير عن أنفسنا. وكان صوته متعباً، مضيفاً أنه لا طريق آخر وهذه الطريقة السلمية والقانونية، ويخوض حياتك للخطر
ويخوض حياتك الخطر. القضاة معركتهم الخاصة يخوض القضاة معركتهم الخاصة ضد ما يرونه تفكيك نظام الضوابط والموازنات الضروري للديمقراطية. يحتج الكنزري وهو قاض في محكمة الأحداث على فصله من منصبه بعد إصدار الرئيس قيس سعيد مرسوما في الأول من حزيران يونيو منح فيه نفسه السلطة لعزل القضاء. وكان الكنزري من بين 57 قاضيا اتهموا بالفساد وحماية الإرهابيين. ويرى خبراء القانون أن القرار المفاجئ تقف وراءه دوافع سياسية وضمن جهود لتقويض استقلالية القضاء في البلاد وتأكيد سيطرة سعيد على البلاد التي كان ينظر إليها بأنها قصة النجاح الأولى بين دول الربيع العربي. ونقل قاضيان مضربان عن الطعام الخميس إلى المستشفى ويواصلان إضرابهما رغم تراجع ظروفهما الصحية. وقال دييغو غارسيا سيان مقرر الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاة والمحامين إنه لا يعرف عن مشاركة قضاة في أي بلد في إضراب عن الطعام، وهو ما يؤكد مخاوف قضاة تونس من وضع النظام القضائي التونسي. وقال إن من الشائع في الأنظمة الدكتاتورية تركيز جهودها على مهاجمة النظام القضائي والسيطرة على المحكمة العليا وعزل القضاة. وعبرت المؤسسة الرقابية في الأمم المتحدة عن قلقها من التهديدات على استقلالية القضاء التونسي، وتنتظر منذ عدة أشهر كي يسمح لها بدخول تونس بناء على زيارة رسمية تسمح بإجراء تحقيق رسمي بالوضع. وزيارات كهذه ضرورية لكتابة تقرير رسمي يقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. ومنذ أسبوعين يتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران، حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز العربي المدعوم من الحكومة، ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً، فيما تقنن الأفران الكميات التي توزعها مكتفية بربطة أو اثنتين للشخص. على وقع أزمة الخبز يتهم أصحاب الأفران المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين المدعوم نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد متهمة بعض الأفران بتخزين الطحين أو استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات. ويشهد لبنان بين الفترة والأخرى ارتفاعاً في خطاب كراهية ضد اللاجئين ودعوات إلى ترحيلهم. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في رصد الواقع. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.